الأموال 21 ثقة كاملة إن حركة النهضة سوف تحدث مشاريع كبرى، سوف تحدث نمط تنموي جديد في أقطاب مالية سياقس قطب هؤلاء الولايات المحيطة بها، سويسا كذلك، تونس كذلك، جابس كذلك. والنمط هذا يقتضي البنية التحتية الأفقية قبل اقتلاع مطرود يعملوها من الشمال للجنوب. الآن المشروع باش يصير ثم قطب أقطاب اقتصادية يلزم نعملوا بنية تحتية أفقية، طريق سيارة سريعة من صفاقس لوزيد، من جابس القفصة، من سوسة القيروان، من تونس الكاف، وهكذا دولي. هذا باش تحدث انتعاش اقتصادي، باش المستثمر كيف يجي من صفاقس يحس بروحه في قطب اقتصادي كامل. وهذا من شأنه إن شاء الله يوفر مناخ استثماري كبير، مؤسسات جديدة، مشاريع كبرى إن شاء الله توفر الشغل. يعني قلنا احنا 590 ألف موطن شغل جديد، هذا رانا مش لعب، رانا واثقين. مثلا تاع دراسات دقيقة، حسابات علمية عملوها خبراء. برنامجنا هذا أنتجه 182 خبير أو موظف سامي في وزارات الاقتصاد والمالية. مش عواطف، لا، دراسات علمية دقيقة، لا محالة، قائمة على منظومة قيمية إسلامية، على أخلاق، رعاية الفقير، مساواة بين الناس، جدية استقلالية. هذه المنطقة التي بنينا عليه رؤانا الاقتصادية، إن شاء الله ربي يوفق إن شاء الله. والبرنامج موسع أكثر مما ذكرت، تحب شكون يقرأه باش يفهم إن شاء الله.